السلام عليكم. انا من الساكنه ديال حي اناس. اليوم واحد الوليد جاي كيتمشى حتى وقع هنا في هذا الصرب ديال الواد الحار، وطلع جبدوا واحد الاخ هنايا الله يجازيه بخير. وهذا الشيء بغيت نقول لكم بان هاد حي اناس راه الصروبه ديالو كاملين بحكم بهذه الطريقه، راه ما كاينش فينيسيون، ما عرفنا واش من المجلس البلدي ولا لاراديس ولا الشركات ديال سو تريتون ولا ما عرفناش شنو كاين. على المسؤولين باش ياخذوا شي بادره ويصوبوا لنا هذه المسائل. الولد كان غادي حتى طاح في هذا الصرف. والولد عطى الله صغير، فهمتي؟ راه يلا داتو لومبيلونس ودري عنده 5 سنين، يعني كون كان شي واحد كبير راه قدر يطيح عليه هذيك الحديده اللي راه هي، فهمتي؟ طيح عليه، ما البنيه التحتيه ديال هذا الشيء ناقص، وربما واقيلا ما يلا تصايب اول مره، ولا ربما ملي كتعاود تجي هذيك الشركه ديال اعاده ترميم ولا ما عرفت شناهو، المهم ما كيرموش مزيان هذاك الشيء. طيب يعني ما كاينش غير البلاصه كاينين. انا نوريك واحد البلاصه، كان ولادي ملي كنت نجيبهم من المدرسه ولا كنكون مخرجهم كنقول لهم ديما فير اتونسيون على قبل هذه الصروبه، من بين الصروبه نوريهم لكم. هات الصرب، واو الصرب اللي كندوي عليهم بحال هكا. شوف شوف شوفوا المواطنين، شوفوا المسؤولين، شوفوا المسؤولين، شوفوا شوف شوف كيتحيد عبد اليدين. يلا 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 مع ما كندوي حنايا. ديروا حجر هنا، ديروا حجر هنا باش ما يجيو هاد المسؤولين يشوفوا واش غيديروا، واش غيصوبوا هادشي ولا ما يصيبوش. ديروا حجر هنا. زيدوا زيدوا. ها وليدي ها ها الوليدات الصغار هما اللي خدامين. الله يجعل فيهم البركه. زيد يا بني.